على وقع الاحتجاجات داخل إيران، المعارضة الإيرانية تطلق مؤتمرها السنوي تحت عنوان إسقاط نظام ملالي. خارطة الطريق لإسقاط النظام تتمثل في توسيع معقل الانتفاضة في الداخل الإيراني وإنشاء مجالس للمقاومة في مختلف المحافظات الإيرانية وتنظيم الحراك الشعبي للضغط على النظام واستنزافه وتشكيل جبهة موحدة للمعارضة تعمل على إسقاط نظام الولي الفقيه. مؤتمر المعارضة يحظى بدعم دولي وحضرته شخصيات رسمية من دول عدة. المؤتمر أكد على مضي المعارضة في طريقها حتى إسقاط نظام الملالي وتشكيل دولة ديمقراطية غير نووية تتعايش بسلام مع جيرانها في المنطقة. السنة القادمة إن شاء الله هذا المهرجان في طهران،